طبعا يعني احنا عملنا الحمد لله مباراه جيده، لكن طبعا بنقول كمان هارد لك لنادي الزمالك. اعتقد كمان نادي الزمالك ادى بشكل جيد جدا، ولكن زي ما بيقولوا كده النهائيات تكسب ولا تلعب، وده كان فعلا يعني التاريخ بتكتب النتائج. لكن كل الاحترام اكيد لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، قدموا مباراه على مستوى جيد جدا. نيجي لبطل ابطالنا الكابتن محمد الشناوي. اللي محمد ما شاء الله عليك، مبروك اولا طبعا، وبنقول مبروك لمحمد الشناوي. اعتقد كل اسبوع، كل يوم وكل اسبوع بتثبت انك حارس على اعلى مستوى، حارس افريقيا الاول، من خلال مش كلامي بس، من خلال كمان الفيفا والكاف. فمبروك يا شناوي، والناس عايزه كمان تسمع احساسك ايه بعد نهايه المباراه وشعورك، وكمان عايزين نسمع دورك كقائد داخل الملعب وخارج الملعب. طبعا بشكرك كابتن هاني طبعا على الكلام الجميل اللي حضرتك قلته في الاول، وبشكر طبعا الاداره، وبشكر الجمهور، بقول لهم الف مبروك، وبشكر طبعا الجهاز الفني كله، وبشكر طبعا كابتن سيد. الفتره اللي فاتت ديت تعبنا كتير، فرحتي يعني ما توصفش بالظبط، يعني كنت مش عارف اوصفها ازاي، بس انا لغايه دلوقتي مش مصدق ان انا اخدت البطوله من كتر الفرحه. وانا في الملعب كان عندي يقين ان احنا هناخد البطوله، من كتر ما انا شايف اللعيبه طول الاسبوع خايفه وعايزه تكسب المباراه، وكلهم بيتكلموا معايا عايزين ناخد البطوله باي طريقه، وكلهم خايفين على الـ على الـ على الـ على البطوله. هو كان قلق بس في الاول، بس هم قلق عشان ناخد البطوله، عشان العهد اللي احنا وعدناه للجمهور في ماتش سان داونز اللي كانت السيد اتكلم فيه ده، احنا كنا مدين وعد والحمد لله وفيناه للجمهور. الوعد ده كمان يا شناوي، من زي ما الكابتن سيد بيقول، من بعد هزيمه سان داونز، وكلنا فاكرين الدايره الكبيره. مظبوط كده، مظبوط. الصوره ديت حتى الجماهير مش هتنسى الصوره الكبيره اللي كلكم بتوعدوا، اولا بتوعدوا بعض الاول يا كابتن سيد، بتوعدوا وتوعدوا كمان الجماهير ان شاء الله البطوله دي مش هتخرج من النادي الاهلي. عشان كده اللعيبه النهارده كانت مضغوطه جامد جدا عشان الوعد ده، وكمان احنا كنا موعدين مؤمن اللي هو اللي يدينا الكاس. طبعا دي كانت بالنسبه لنا كان ضغط جامد جدا، اللعيبه كانت شايلاه، عشان النهارده ما جبنا الجول الاولاني ممكن تراجعنا شويه، بس هم من كتر الخوف ان البطوله تروح مننا. بس انا بشكرهم ان هم كانوا رجاله النهارده على قد المسؤوليه، واشكر طبعا الاداره، وبشكر المدير الفني طبعا مستر بيسو، طبعا عامل معانا الفتره اللي فاتت ديت شغله كويس جدا. وكمان عشان ادي بس اديله حقه، اول ما جه واتكلم معانا في اوضه الاجتماعات سهل عليا حاجات كتير للناس اللي موجوده، وسهل للكابتن سيد حاجات كتير، ان هو يبقى عارف قيمه النادي الاهلي وجمهوره وبطولاته والكلام ده كله. ما اتكلم مع اللعيبه اللي انت كنت محتاج تقول اللعيبه الكلام ده كله في الوقت ده بالذات، ان كان في حاجات حصلت كده في الوقت ده. اما يجي مدير فني بتاعك بيدي للعيبه قيمه النادي، يعني ايه النادي الاهلي، ويعني ايه احسن نادي في افريقيا ونادي القرن، الحاجات دي كلها سهل عليك كتير ان اللعيبه تصدق الكلام ده كله من الشخص مسؤول او مدير فني. سهل عليا حاجات كتير طبعا، وطبعا اللعيبه اللي موجوده كانوا رجاله كلهم النهارده، وبارك لهم وبارك للجمهور، بقول لهم الف الف مبروك على البطوله التاسعه، وان شاء الله مش هتبقى اخر بطوله، وان شاء الله عندنا بطولات جايه، وان شاء الله ربنا يكرمنا، وبقول لهم الف مبروك. ان شاء الله بطولات جايه كتير يا محمد باذن الله. ودايما عارفين ان النادي الاهلي متعطش دايما البطولات، احنا انا متاكد بكره كابتن سيد ومستمعنا يقول لك اقفل الصفحه. لا قفلنا خلاص من بكره ان شاء الله. اكيد ان شاء الله هنقفل ان شاء الله، من بكره نفرح النهارده، وبكره ان شاء الله هنروح تمريننا عادي، ونفكر ان شاء الله في الماتشات الجايه ان شاء الله والبطولات الجايه ان شاء الله. دي سمه النادي الاهلي على طول يعني ان شاء الله.